تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذق من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السائر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب 43 في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى في سورة سبأ ولقد آتينا داود منا فضلا إلى قوله تعالى
قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في بداية هذا الربوع بين كتاب الله لمن لا يزالون في شك من أمر النبوة أن الرسول الأعظم ليس بدعا من الرسل، وأن الرسالات الإلهية التي جاءوا بها كما تعنى بالشؤون الروحية للنوع الإنساني تعنى بشؤونه المادية المباشرة، بل تأخذ بيده فتسدد خطواته الأولى في نفس المجال التقني والصناعي. والآخرة التي نؤمن بها والتي دعا إلى الإيمان بها الرسل الأنبياء إنما هي المرحلة الأخيرة في مسيرة جهاد الإنسانية المتواصل من أجل صلاح الإنسان وازدهار العمران، حيث يجني الإنسان ثمرة عمله ويصل إلى تحقيق رجائه وأمله إن وفى بما عاهد عليه الله في خلافته ولم يتنكر لدينه وشريعته. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول الله تعالى هنا ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذا الفضل الذي آتاه الله يظهر بشكل بارز في عدة مظاهر روحية ومادية. المظهر الأول تسبيح الجبال معه عندما يتلو كتاب الزبور الذي أنزله الله عليه، وإصغاء الطير أثناء تلاوته إليه، فالجبال تردد صدى صوته القوي العظيم، وأسراب الطير تلتف من حوله وتطرب عند سماع صوته الرخيم، فيشترك في تمجيد الله في آن واحد الجماد والحيوان والإنسان، وتبرز من خلال تمجيد الله وتوحيده وحدة الأكوان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وهو ينادي الجبال لتسبح لله مع نبيه داود، يا جبال يا جبال أوبي معه والطير. وسيأتي في سورة صاد قوله تعالى في شأن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأجابه أبو موسى قائلا لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والثوب المحبر هو المخطط بالألوان، أي لجعلته لك أنواعا حسانا. المظهر الثاني من مظاهر الفضل الذي آتاه الله داود تمكينه من استعمال معدن الحديد فيما تتوقف عليه سلامة الدولة، وإطلاعه على سر صناعته وتطويعه في يده حتى عاد كالطين المبلول والعجين والشمع،
وللحديد أهمية خاصة في حياة الشعوب والدول، نبه إليها كتاب الله فيما سيأتي من سورة الحديد، إذ قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. المظهر الثالث من مظاهر فضل الله على داود تعريفه بالطريقة التقنية المثلى لصنع الدروع حتى يحمي المحاربين من سهام الأعداء متى اضطروا لحمل السلاح، وتنبيهه إلى أن الدرع لأجل أن يحمي لابسه يلزم أن يكون على قدر جسمه وقامته لكي يستره سترا تاما، ويرشاده إلى أن كل حلقة من حلقات الدرع يلزم تقديرها بقدر الحاجة، بحيث تجمع بين الخفة التي لا تضعف من منعة الدرع وبين الحصانة التي لا تثقل الجسم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وقدر في السرد. ويقال لصانع حلق الدروع سراد وزراد بإبدال السين زايا. ويزيد هذا المعنى توكيدا وإيضاحا قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنبياء في شأن داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال، الجبال يسبحنا والطير، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وينتقل كتاب الله إلى الحديث عما امتن به على سليمان بن داود من فضل أشمل وأعظم، وهذا الفضل يتجلى في عدة مظاهر. المظهر الأول تسخير الريح له في زمان محدود ومكان محدود، وجعلها أداة سريعة في يده ويد أعوانه للقيام بأسرع ما يمكن من التنقل والمواصلات، بحيث يكون من المستطاع قطع مسافة شهر في الغدو ومسافة شهر في الرواح، أي قطع مسافة شهرين في يوم واحد. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقوله تعالى فيما سيأتي من سورة صاد: فسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والمظهر الثاني تمكينه من استعمال معدن النحاس، وتعريفه بالطريقة التقنية المثلى لتذويبه وإسالته، ويرشاده إلى استعماله في صنع ما يلزم من آلات وأدوات للنفع الخاص والنفع العام. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، أي معدن النحاس،
ويشير إليه أيضا قوله تعالى في نفس السياق: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. والمحاريب جمع محراب، يطلق على كل بناء مرتفع وعلى أشرف بيوت الدار، كما يطلق على المكان الذي يصلي فيه الإمام لأنه يجب أن يرفع ويعظم. والتماثيل جمع تمثال، وهو اسم للشيء المصنوع باليد الممثل بغيره أي المشبه به من إنسان أو حيوان أو غيرهما. والجفان جمع جفنة، وهي القصعة الكبيرة، وشبهت في هذه الآية بالجواب جمع جابية لاتساعها وكبرها. ومعنى الجابية الحوض العظيم الذي يصنع ليجمع فيه الماء. والقدور الراسيات هي القدور الثوابت التي لا تحمل ولا تحرك لعظمها، ومنها يغرف الطعام في الجفان. قال ابن العربي: ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية، قدور الصوفية على نحو ذلك، فإنهم يطبخون جميعا ويأكلون جميعا من غير استئثار أحد منهم على أحد. ومن لطائف التفسير ما نبه إليه الرازي أثناء تفسيره لهذه الآيات من أن كتاب الله ذكر ثلاثة أشياء في حق داود وثلاثة أشياء في حق سليمان عليهم السلام. فتسخير الجبال لداود هو من جنس تسخير الريح لسليمان، وتسخير الطير للأول هو من جنس تسخير الجن للثاني، إذ الشأن في الطير نفور من الإنس، والشأن في الإنس نفور من الجن. ومع ذلك صار الطير لا ينفر من داود، بل يستأنس به ويطلبه. وأصبح سليمان لا ينفر من الجن، بل يسخره ويستخدمه. وأما القطر أي النحاس والحديد فتجانسهما غير خفي. وذكر كتاب الله في حق داود اشتغاله بآلة الحرب لاحتياجه إلى قتال الأعداء، بينما ذكر في حق سليمان اشتغاله بمهام السلم، لأن ملكه كان موطدا من عهد أبيه. ثم إننا نجد كتاب الله يدرج في سياق التنويه بفضل الله على نبيه سليمان آيات يدور الحديث فيها حول نوع الجن الذي يقابل نوع الإنس. والمراد بالجن نوع خفي من الكائنات يعمر الكون علاوة على الإنسان، وهو خاضع مثله للتكليف في الدنيا والجزاء في الآخرة، حسب ما تدل عليه عدة آيات ستأتي في سورة الرحمن وسورة الجن. غير أن كتاب الله لم يفصل القول في هذا النوع الخفي من الأحياء، واقتصر على بيان أن الله خلق الجن من نار، وترك تفاصيل أمرهم مستورة ومحجوبة عن الأنظار. ونظرا
إلى أن بعض الأغرار من البشر تكونت عندهم فكرة غامضة وسخيفة عن الجن هي من نسج الخيال، وأخذوا يعبدونهم ظنا منهم أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، واستمر اعتقادهم الباطل يتناقله جيل عن جيل إلى حين ظهور الإسلام. نظرا لذلك كله، تصدى كتاب الله في سياق الحديث عن سليمان لإبطال هذا الاعتقاد الفاسد، مبينا أن الجن ليسوا إلا عبارة عن كائنات خفية خاضعة لأمر الله ومسؤولة عما كلفت به أمام الله، فليس للجن في الكون أمر ولا نهي ولا سطوة ولا تأثير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى واصفا تسخير سليمان لهم أثناء حياته، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنبياء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وقوله فيما سيأتي من سورة صاد والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وللدلالة على أن علم الجن قاصر ومحدود كسائر المخلوقات، وأنهم لا يعلمون من الغيب شيئا على خلاف ما يعتقده الأغرار البسطاء، أورد كتاب الله شاهدا على ذلك موت سليمان، مبينا أن الجن لم يشعروا بموته واستمروا على أداء الخدمات الشاقة التي عاقبهم بها ظنا منهم أنه لا يزال حيا يملك ويحكم. ولولا أن العصا التي كان يتوكأ عليها أكلتها الأرض وانكسرت فسقط جثمانه على الأرض لما أدرك الجن بطريق الصدفة أنه مات، ولما توقفوا عما كان قد كلفهم به من الخدمات، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والمراد بدابة الأرض الأرضة التي تأكل الخشب، والمراد بالمنسات العصا. وتنويها بداود وآله عليهم السلام قال تعالى في نفس المقام واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، إشارة إلى أن الله تعالى يرعى عمل الصالحين من عباده بعين رعايته ما داموا لا يفترون في عملهم عن خشية الله ومراقبته. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا شكرا، إشارة إلى أن شكر الله على نعمه متى كان محور الحركات والسكنات
والدافع الأول إلى ما يقوم به العبد من صالح الأعمال وجميل الحسنات أثمر لصاحبه في الدنيا والآخرة أطيب ثمرات. قال الزمخشري: في هذه الآية دليل على أن العبادة يجب أن تؤدى على طريق الشكر، وقد نوه كتاب الله بشكر سليمان في غير ما آية، كقوله تعالى في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقوله تعالى في نفس السورة حكاية عن سليمان وقد رأى عرش ملكة سبأ بين يديه: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، إشارة إلى أن أكثر من يتقلبون في نعم الله الظاهرة والباطنة لا يؤدون حق شكرها، بل هم في غفلة ساهون، حتى إذا ذهبت النعمة وحلت النقمة أفاقوا من غفلتهم وحل بهم الندم على سكرتهم، ولا تحين ساعة مندم، ولا تحين مندم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكور هو المتوفر على أداء الشكر، الباذل وسعه فيه، الذي يشغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا وكدحا، حسب ما عرفه جار الله الزمخشري. ومن شاء أن يكون من عباد الله الصالحين فليكن من هذا الفوج القليل، وقليل من عبادي الشكور. ومن قصة آل داود التي يتجلى فيها فضل الله ومقابلته بالشكر، انتقل كتاب الله إلى قصة سبأ التي يتجلى فيها فضل الله أولا، لكن يبرز فيها الجحود والكفر أخيرا. أما فضل الله على سبأ فينطق به قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وقوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وأما جحود سبأ وكفرهم بنعمة الله وما نشأ عنه من تبدل الأحوال والتعرض للدمار والزوال، فينطق به قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بنا أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، أي أن ما أكرم الله به قوم سبأ من خصوبة الأرض وجودة التربة ونقاوة الهواء
واختلاف الزروع والأشجار وتنوع الثمار وامتداد الظلال وجريان الأنهار، يعد آية من آيات الله الناطقة بقدرته وحكمته ورحمته، الباعثة على عبادته وشكره وطاعته. جنتان عن يمين وشمال، أي أن مساكنهم تحف بها من جهة اليمين كما تحف بها من جهة الشمال بساتين خضراء ومزارع فيحاء على مد البصر، حتى كأن ما على اليمين من البساتين والمزارع يكون جنة واحدة، وما على الشمال منها يكون جنة واحدة أيضا لاتصال تلك البساتين والمزارع بعضها ببعض وتداخل بعضها مع بعض. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي أن كل ما حولهم كان لسان حاله يوحي إليهم بالإقبال على مائدة الله والتمتع بالطيبات من الرزق والشكر لله على نعمه المتواصلة، فقد أتم الله عليهم نعمته من جميع الوجوه، ولا يسعهم إلا أن ينهضوا بشكرها فرحين مبتهجين. بلدة طيبة ورب غفور، هذا تعقيب مستأنف أوجز فيه كتاب الله وصف أرض سبأ ووصف أهلها. فالأرض أرض طيبة، وطيبها يصدق بكونها أرضا خصبة لا سبخة، وكون مناخها مناخا صحيا طيب الهواء، لا وخامة فيه ولا وباء ولا هوام كالعقرب والحية والحرباء. والناس في هذه الأرض يعبدون الله ويشكرونه ويذكرون فضله ويستغفرونه، فيغفر لهم ما فرط منهم من السيئات ويتقبل منهم ما قدموه من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن الحضارة العربية في عهد دولة سبأ بلغت غاية النمو والازدهار، لا فرق في ذلك بين الناحية الإدارية والناحية العمرانية والناحية الثقافية والناحية الصناعية والناحية التجارية والناحية الزراعية. ومما يتصل بموضوع الآيات الواردة هنا عن سبأ اتصالا وثيقا ويلقي الأضواء عليها، أن دولة سبأ بلغ أهلها في العلم بالهندسة وتنظيم الري وحسن الاستفادة من مياه الأمطار درجة عالية، فأنشأوا من السدود والقنوات ما كان مثارا للدهشة والإعجاب في أطراف العالم إذ ذاك، إذ أن تلك السدود العربية كانت هي أقدم السدود التي عرفها التاريخ، مما كان له أثر كبير فيما وصفه كتاب الله بأنه آية، آية من آيات الله، إذ قال تعالى هنا: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، وقال: بلدة طيبة ورب غفور. يقول الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي أن الله تعالى أكرم قوم سبأ بعمران مزدهر متصل الحلقات ترتبط فيه المدن الكبرى بسلسلة من القرى الصغيرة العامرة المبثوثة في أطراف البادية، وهذه القرى قريب بعضها من بعض ويتراءى بعضها لبعض،
والسفر إليها والسير فيما بينها يمكن ليلا ونهارا، لما تتوفر عليه من استقرار وأمان ناشئين عن ازدهار واتصال العمران. لكن لما أعرض قوم سبأ عن عبادة الله وطاعته وانصرفوا عن شكره على نعمته بطرا وطغيانا وجحودا وكفرانا، بدلهم الله من حال إلى حال، وسلط عليهم الكوارث والأهوال، فتهدم سد مأرب الذي كان يعد من أعاجيب العالم القديم، إذ كان أوسع السدود في سبأ وأشهرها، وهو يبعد عن مدينة صنعاء بنحو 60 ميلا، ولا تزال بقاياه ماثلة للعيان إلى الآن. وطغى ماء السد وماء السيل على ما كان عندهم من بساتين ومزارع وأبنية، فذهب العمران والازدهار، وحل محلهم الخراب والدمار. وذلك معنى قوله تعالى هنا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، والعارم السيل الذي لا يطاق، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل. بيّن بذلك ما حل بمزارعهم ومعايشهم من ضياع وإهمال، حيث تحولت البساتين والمزارع إلى غابات وأدغال. والمراد بالخمط كل شجر ذي شوك فيه مرارة، والأثل نوع من الخشب شبيه بالطرفاء لا ثمرة له في الغالب، والسدر شجر نبق. وبعدما أصبح هذا النبق أحسن أشجارهم لم يبق منه في ديارهم إلا القليل. وإنما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل، لأجل المشاكلة بين النوعين، على غرار قوله تعالى: وجزاء سيئة مثلها، إذ مثل هذا النبات الوحشي لا يسمى في الحقيقة جنة ولا بستانا. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. ولما أصاب البطر قوم سبأ وطال عليهم أمد النعمة وأخذوا يستبعدون الأسفار بين قراهم المتقاربة على قصر المسافة فيما بينها لفرط تنعمهم وشدة ترفههم، عوقبوا بتخريب المعمور من ديارهم والمباعدة بين أسفارهم وجعلهم عبرة للمعتبرين يتحدثون بهم ويتمثلون بمصيرهم المفجع، قائلين: تفرقوا أيادي سبأ. وذلك معنى قوله تعالى: على لسانهم معاملة لهم بنقيض قصدهم، وعقابا لهم على بطرهم وعدم شكرهم. فقالوا: ربنا باعد بنا أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه
إلا فريق من المؤمنين. وبين كتاب الله أن إبليس لا سلطان له على الخلق، وإنما يغري ويغوي من اختار الغواية والضلال، وذلك قوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي لنكشف للناس عما سبق في علمنا من أمر المؤمن والكافر. وربك على كل شيء حفيظ. ثم خاطب كتاب الله المشركين متحديا لهم وطالبا منهم أن يدعوا شركاءهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، مبينا لهم أن الله تعالى غني عن الشركاء والأعوان وما له منهم من ظهير. وختم هذا الربع بالإشارة إلى أن الإذن بالإشارة إلى أن الإذن السابق من الحق سبحانه وتعالى للشفعاء والعصاة المشفوع فيهم أمر ضروري قبل كل شفاعة، وأن الشافعين والمشفوع لهم يكونون أثناء انتظارهم لإذنه سبحانه في حالة جزع وفزع لا يدرون هل يؤذن لهم أو لا يؤذن. فإذا صدر الإذن بالشفاعة من الرحمن الرحيم ذي العرش العظيم تبادلوا البشرى، وذلك قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع وارتفع بالإذن لهم في الشفاعة، سأل بعضهم بعضا قالوا: ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق الحق، أي قال القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. فليس لملك ولا لنبي أن يتكلم في ذلك اليوم إلا بإذنه، وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير.